بعد منافسات صعبة جدا ومتنوعة بين مختلف منتخبات الدول العربية، قدر منتخب مصر لتنس الطاولة حصد المركز الأول في البطولة العربية اللي بتقام في العراق برصيد 17 ميدالية، بواقع 11 ميدالية ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين. تعالوا نشوف مشوار منتخب مصر لتنس الطاولة في هذه المسابقة البطولة العربية ونرجع لحضراتكم مرة تانية. منتخب مصر لتنس الطاولة حقق 17 ميدالية بمختلف الأعمار بالبطولة العربية التي أقيمت بمدينة السليمانية بالعراق، ونجح في تصدر جدول ترتيب الميداليات بالبطولة بحصوله على 11 ميدالية ذهبية وأربع فضيات وبرونزيتين. نتائج مسابقات الفردي في مرحلة 11 سنة ناشئات بفوز اللاعبة ملك صلاح بالميدالية الذهبية وفوز اللاعبة جمانة طارق بالميدالية الفضية. وفي مرحلة 13 سنة ناشئات فازت اللاعبة فريدة ثابت بالميدالية الفضية واللاعبة فريدة حسين بالميدالية البرونزية. وفي مرحلة 13 سنة ناشئين فاز اللاعب يحيى عمرو بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة 19 سنة ناشئات فازت اللاعبة مريم يونس بالميدالية الذهبية. وشارك المنتخب المصري في منافسات تحت 11 و13 و19 سنة على صعيد الناشئات، وبمنافسات تحت 11 و13 سنة على صعيد الناشئين. ويشرف على الفريق فنياً شريف ضياء كمدرب عام لفريق الناشئين، فيما يتواجد معه أشرف عباس للإشراف على فريق الناشئات. في يمكن بعض الألعاب اللي مصر مش بس بتشارك فيها، لا كمان مصر متفوقة جدا جدا فيها، ومن ضمنها أكيد تنس الطاولة. عايز أقول لكم أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة بدأ في 1932، فبقالنا كتير قوي أو سنين طويلة جدا بنلعب هذه اللعبة، وكمان بقينا متفوقين فيها جدا، وشفنا الناشئين ما شاء الله يعني مشرفين صحيح مصر يعني في جميع البطولات، وبنتمنى لهم أكيد التوفيق في الجاي بكل تأكيد. بس خدت بالك من التقرير عدد البنات فيه أكتر كتير؟ ايوه ايوه إيه؟ وشاطرين جدا، بس الحمد لله لقيت في الاخر في ولدين كده موجودين في التقرير، فالحمد لله ما شاء الله يعني ربنا وفقهم، عاملين شغل كويس جدا. وحاجه تشرف مصر لما تصل عدد البطولات او الميداليات اللي بياخدوها في هذه البطوله الى هذا الرقم، دي حاجه مشرفه للغايه، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. عندنا على فكره لاعبين ولاد جامدين جدا، عندنا اسلام رضا، خالد عبد السلام، عندنا ناس كتيره قوي منهم من الولاد شاطرين قوي، لكن البنات فعلا متفوقين وبنشوفهم بيعملوا سكورز حلوه جدا جدا.